بالامس تكلمت ونبهت وقلت انه فيه للاسف الشديد تلاعب واستغلال لقضيه بالماضي اللي انتهى بالماضي انتهى بالماضي البارح سهر من السبعة تاع العشية بالضبط الطوموبيل اللي راحت من سيدي موسى من الإقامة في مركز الرياضي في سيدي موسى السبعة سهر عند زاتشي في داره وتعشى عنده ليلتين لو البارح تعشى عنده والبارح نفس الشيء تعشى عنده حتى ل 12 ونص 12 ونص في الليل رجعته الطنوبيل سيدي موسى طبعا ما دار ما بين بالماضي وزاتشي لا أحد يعرف بصراحة لانه ما كانش ليه كان بيناتهم ولكن النتيجه بات معروفه حسب تحليل وحسب بعض الكواليس انه بالماضي كان ينتظر تدخل رئيس الجمهوريه لانه شوفوا منشور تاع ختيتيل اللي بعثوا له واحد بوليسي على بالنا شكون اللي هذا البوليسي يخدم مع زاتشي هو اللي قالوا حركنا لنا لي باج هذو وكذا وكذا وقولوا الان الرئيس نطلبوا منه يتدخل وداروا نداء نطلب من الرئيس تدخل وكذا وانصاف بالماضي وكذا الرئيس قال لهم يا اختنا ملعب الذره خلاص انا غلطه حياتي اني استقبلت بالماضي هذا تاعكم خطونا مقسمه. تبون قالها لهم قال لهم غلطه حياتي اني استقبلته وكبرت به لانني غلطت وما تكررش موضوع البلوطه لا خطونا مقسامه كي يجيبوا نتيجه مليحه اوكي اما ما يجيبوش خطينا يعني لاتي مشاكل اكبر الامن في المنطقة ونستقبل في رئيس السودان والدنيا واخذة التي ذكر بلوتر روح نتبعنا في اللعب الكرعين المعيز قطع إذا بالماضي كان ينتظر استقبال من رئيس الجمهورية ومن بعد كي صحت لوش مع الرئيس كان ينتظر الوزير الأول رئيس الوزير الأول قال خاطيني كان ينتظر في وزير الشباب والرياضة لأنه يعني طبعا زاتشي كان يتواصل مع بعض مصادره وقال لهم وزير الشباب الرياضه يتدخل يعيط بالماضي يقول له واش وزير الشباب الرياضه قال لهم عندي حتى علاقه قال له عندنا رئيس اتحاديه رئيس اتحاد كره القدم يمثل الدوله هذا ممثل الدوله ممثل رئيس الجمهوريه ممثل رئيس الحكومه ممثل وزير الشباب الرياضه وهو الدوله عنده مشكل معاه يحل المشكل معاه احنا واش دخلنا رئيس اتحاد كره القدم قال بلي بالماضي انتهى ما نحوسش عليه وش تحوس انت دروك تجيك يعني يعني هذ الاغبياء اللي راهم يحوسوا بالماضي يقعد وشين هي يقعد فوق راس رئيس الاتحاد ما تصراش لانه الان اصبحنا في مفترق طرق يا اما الدوله ورئيس الاتحاديه يا اما بالماضي وزتشي يا اما مافيا مافيا زاتشي لانه بالماضي اصبح ورقه يلعب بيه زاتشي جايبو عنده يتعشى عنده وكذا ويعمر فيه وروح دير ويحرك في الصفحات ويخسر في الدراهم وكذا اصبح لعبه اذا الان نحن امام فرضيه يا يعني اما تنتصر عصابه في المال الفاسد نعود ونرجع القصية قضيه علي حداد سعيد بوتفليقه وكونينا في اللي عينه زطشي وما خرجناش من اللعبه القذره يا يعني اما الدوله تفرض منطقها وتفرض قوتها نعم الدولة الدولة والدولة العميقة قررت فسخ العقد مع بالماضي بالطرق السلمية لأنه هو اللي حب يستقيل لأنه لم يحقق نتائج درك يحب الملاحة يروح ويدي ثلاث شهور تاعو اللهم بارك ما حبش بينو المحاكم يروح يشكي يروح يشكي أما أنه يحاول يلوي ذراع الدولة نقولوا انتهى انتهى العهد الذي كان فيه المدرب يعين رئيس الاتحادية الآن رئيس الاتحادية يمثل الدولة يمثل الدولة الدولة راكم فاهمين كي نقول الدولة الدولة التي عادت بقوة رئيس الاتحادية يمثلها وهو عنده تزكية من عند رئيس الجمهورية ومن عند الدولة لأنه نعود نرجع النقطة لاستغلال قضية بالماضي اللي حبوا يديروا له تيكي تاع الباديسيه النوفمبريه والاسلاميين وكذا كي نقول حب يديروا له تيكي هي حقيقه لان الذي يت... الذي يحرك بالماضي في الجزائر هو زطشي والذي يحرك بالماضي في قطر هو احمد عباسي مدني نعم عباسي مدني احمد وليد عباسي الله يرحمه كنقول احمد عباسي مدني بعدها لوبي تاع الجبهه الاسلاميه الانقاذ تاع الاسلامويين والغريب في الامر انهم يخليهم هابل عققن كما أختيتيل يدافع على بالماضي بالرغم من انه ما عندوش علاقه بالرياضه ولا يناقش لأن أختيتيل وجماعته يناقشون موضوع البلوطه بالمفهوم السياسي الذي يصب في اتجاه الجبل الاسلامي الانقاذ و92 وال والانقلاب وكذا معروف سعيد بن زديرة يناقش البلوطة من مفهوم سياسي اللي هو ضد الإسلاميين المتطرفين وضد هذا اللوبي اللي الغبي اللي ورط البلاد ومع الدولة إذا هكذا لازم تفهموا الحقيقة هذه الحقيقة سعيد بن زديرة ينظر للموضوع بمنظور سياسي وليس رياضي لأن لست خبير رياضي ودائما أقول لكم لكن عندما أرى أنه فيه توظيف واستغلال للبلوطه لاغراض سياسيه مثل ما كان فيه استغلال للدين لاغراض سياسيه والمؤسف انه نفس التيار نفس التيار الذي كان يستعمل الدين الاسلامي لاغراض سياسيه هو الذي يستعمل الان البلوطه لاغراض سياسيه، نفس التيار نفس العصابه وعاونوهم عصابه المال الفاسد لانه مثل ما قلت لكم انا زطشي يتستر ويدافع على بالماضي ويغطي على هذه المشاكل لانه لو يروح له الغطاء اللي هو بالماضي يتفضح تجبدوا الملفات اللي الملفات خلاص جبدوا الوزير الاول قدم الملف لوزير العدل وزير العدل سيقدم الملف الى النائب العام بعد ايام واسابيع نسمع قضيه زاتشي امام محكمه سيدي محمد فساد المالي لانه اختصاص قطب تبديد أموال عمومية ونهب أموال عمومية وملف ثقيل قلت فيه 2 مليون أورو تاع ديداس داها فيه مليون أورو اللي مدوا للمدرب الإسباني رغم من أنه التزم في الندوة الصحفية أمام الصحفيين وأمام الناس قال لهم خلصوا من جيبي لكن كي خرجوا من الندوة خلصوا من الاتحادية واحد ما على أعضاء الاتحادية ما على بالهمش إذا فيه تبديد واختلاس وتلاعب وتزوير هذه الاتهامات المحكمة تفصل فيها. إذا زطشي ليس حبا في بالماضي وحبا في البلوطة، لا. خوفا على مستقبله. لأنه سقوط بالماضي يعني سقوط زاتشي والعصابة. الآن نأتي لفريق الخلاطين. البقرة الحلوب وغيرها اللي قاعدين يخلطوا. البقرة الحلوب راحت اليوم للمطار ودت معها مجموعة باش يخلطوا في المطار ويقولوا بالماضي ونحن مع بالماضي وبالماضي وكذا الأمن كان بالمرصاد أول ما شافوا البقرة الحلوة باش أبعث روحي الكوري شافوا معاه واحد القرودة ثاني شدوهم بعثوهم شربوهم قهوة ولا لهم روحوا لدياركم لكن البقرة الحلوة بقات في التحقيق نظن إلى نظن لحد الآن أو ممكن طلقوها لأن المعلومات اللي عندي أنا قبل البث المباشر كانت مازالت ترهن الاعتقال معتقلة عند مصالح الأمن لأنها أرادت أن تخلق فتنة في مطار هوري بمدن وبالماضي بعد ما يأس وبعد ما انتظر تليفوني صوني من رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو الوزارة واحد ما كلموا وقالوا له موضوعك مع رئيس الاتحادية ما عندناش علاقة ورئيس الاتحادية قالوا ننتظر جيتم تمضي العقد تاع التنازل او تاع الفسخ العقد طلاق بالتراضي تدي ثلاث شهور كيما داو المساعدين تاعوك شهرين تنزيدوك شهر ثلاث شهور وتروح قال لهم نروح نفكر وين نروح يروح القطر يتشاور مع المحامين تاعو وانا في اعتقادي انه بالماضي سيذهب الى المحكمه الرياضيه نعم بالماضي انا عندي شك انه راح يشتكي بالجزائر في المحكمه الرياضيه اذا توجه الى المحكمة لكل حادث حديث اذا ما حبش يروح بالملاحة وحب يروح بالقباحة كل حاجة في وقتها لدينا ما نقول في الجانب السياسي لدينا ما نقول في الجانب السياسي ولدينا ارشيف يعني من بين الارشيف كاين حاجة فقط نذكر فيها بالماضي وجمعتون قولوا انه بالماضي لما كان لاعب في الفريق الوطني اللاعب الوحيد الذي اهان العالم الوطني تريكو ارمعه كان يمثل الجزائر كلاعب وطني لكنه في مخه في راسه جواز سفر فرنسي كي المدرب قال له اخرج نحى تريكو ارمعه تريكو يمثل العالم الجزائري اولا فيه أه صورة العالم الجزائري ثانيا الوان الوطن العالم الوطني تترمي العالم الوطني امام جماهير آلاف مية ألف والله ولا الف متفرج ترمي العالم قدامهم اذا ساء بالماضي نقول له ها الارشيف وكاين ارشيف خداخر. اخر اللي نقدروا في الوقت المناسب شوفوا معايا هذا نعودوها. في <applause> ها وحتى المعلق المصري قال لك باللي العالم الجزائري يرميه اللي الناس ضحات عليه بالملايين هذه نقول له باللي هذه يا سي بالماضي ما تنساش عندك انجازات وعندك حوايج درتها مليحه لكن كاين حوايج درتها مش مليحه يا اما طلاق بالتراضي وصلات كنبي خلاص ما حققتش نتيجه روح لداركم إذا كان حبيت العيب وراهم يحرضوا فيك زاتشي في الجزائر وأحمد عباسي مدني في قطر إذا يحرضوا فيك عباسي مدني الفيس في الخارج وزاتشي في الداخل راهم يحرشوا فيك ويعمروا فيك للأسف الشديد ستجد نفسك وحيدا في المحكمة لأنه راح يخرجوا لك خرجات ملكسب ترجموها له بلكش ما يفهمهاش خرجات من الكسر لكل حادث حديث ولكل مقام مقال